من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم ساعة من القاهرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة وعلى مدار ساعة كاملة. من مصر المحروسة نبعث إليكم بأرق وأجمل الأمنيات، ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأغنيات. أهلا بكم أصدقائنا المستمعين في كل أنحاء العالم خلال هذه الساعة التي نقدمها من مصر المحروسة. نتمنى فقرتنا النهاردة تنال إعجابكم، ونحب ننوه في البداية إن إحنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يعني من الساعة 12 مساء للساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة. ولمستمعينا في كل أنحاء العالم تابعونا كل اثنين وخميس من الساعة 10 مساء إلى الساعة 11 مساء بتوقيت جرينتش. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإخبارية التي نقدمها لكم من القاهرة، يقرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر. عدد إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حول العالم يتجاوز 6,179,000، فيما وصلت الوفيات إلى 371,297 حالة، بينما تخطت حالة الشفاء من فيروس كورونا حول العالم حاجز 2,700,000 حالة. مأساة في البرازيل، 500,000 إصابة، حيث أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 16,409 إصابات جديدة بفيروس كورونا الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالبلاد إلى أكثر من 500,000 حالة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة. التظاهرات تتجدد في مختلف الولايات الأمريكية أمس الأحد، فيما تزايد عدد المحتجين أمام البيت الأبيض مقر الرئيس الأمريكي وسط مواجهات مع قوات الأمن، وتم فرض حظر التجول في العاصمة واشنطن من الساعة 11 مساء إلى 6 صباحا واستدعاء الحرس الوطني. عمدة مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا يقول إن حظر التجوال المطبق من الساعة 8 مساء سيتم تمديده إلى أجل غير مسمى، وسيتم توقيف الأشخاص الذين ينتهكونه. إعلان حالة الطوارئ في ولاية فيرجينيا على خلفية التوتر الذي تشهده الولايات المتحدة إثر الاحتجاجات المتصاعدة لخمسة أيام على التوالي للتنديد بمقتل رجل أسود تحت قدم شرطي في مينابوليس. أكثر من 10 ولايات أمريكية آخرها دائرة كولومبيا التي تحتضن العاصمة واشنطن تنشر قوات الحرس الوطني للتعامل مع الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اندلعت في البلاد بعد مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد في مدينة مينيابوليس جراء احتجازه من قبل عناصر شرطة محلية بطريقة قاسية يوم 25 من مايو. بريطانيا، الطائرات تستعد للعودة بقوة إلى الأجواء في يوليو، حيث تخطط شركات الطيران في المملكة المتحدة للعودة بقوة إلى الأجواء في يوليو المقبل، وسط تكهنات متزايدة بأن الحكومة ستخفف من إجراءات الحجر الصحي الخاصة بالوافدين. باريس تبدأ إعادة افتتاح تدريجي لأنشطة الحياة اليومية، حيث سمح بإعادة فتح المقاهي والمطاعم اعتبارا من أمس الأحد، بشرط أن تقوم تلك المقاهي والمطاعم بتخصيص أماكن لاستضافة الرواد على الأرصفة والمسطحات والمدرجات بالأماكن المكشوفة القريبة منها. روسيا تختبر صواريخ باليستية عابرة للقارات في خريف 2020، حيث أكد قائد أسطول بحر الشمال الروسي ألكسندر مويسف أمس الأحد أن الغواصات الروسية ستقوم بإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات في خريف عام 2020. الدوري الإسباني يعلن جدول العودة، مباريات لسبع أيام متتالية. فبعد طول انتظار أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد جدول عودة مباريات الليغا التي توقفت منذ مارس الماضي،
وسيستأنف برشلونة سعيه للدفاع عن لقب الدوري السبت 13 يونيو خارج ملعبه أمام ريال مايوركا، بينما يلعب ريال مدريد على أرضه ضد إيبار في 14 يونيو. عودة الصلاة بالمسجد النبوي، حيث أدى المصلون صلاة الفجر اليوم الأحد في المسجد النبوي، كما أقيمت الصلاة في أكثر من 90,000 مسجد وجامع بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض بناء على الموافقة من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بالرفع التدريجي لإيقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد النبوي اعتبارا من أمس الأحد. المسجد الأقصى يعيد فتح أبوابه فجر أمس الأحد بعد إغلاق استمر أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا، وسمح للمصلين الذين وضعوا كمامات بدخول المسجد لأداء الصلاة، ودخل عشرات المصلين إلى المسجد وهم يرددون الله أكبر سنحمي الأقصى بروحنا ودمنا، وكان في استقبالهم مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني. الجزائر تترأس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والذي يعقد في أديس أبابا خلال شهر يونيو 2020، وهو الجهاز المركزي للمنظمة الإفريقية المكلف بقضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية. مصر تسجل أعلى عدد من حالات الإصابة والوفاة اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ بدء فشي الفيروس، حيث بلغ عدد حالات الإصابة أمس الأحد 1536 حالة إلى جانب 46 حالة وفاة. مع تزايد الإصابة، مصر تصنع 1,000,000 كمامة يوميا، وأكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية على حرص السلطات المصرية على صناعة وتوفير الأقنعة الطبية بالمواصفات المناسبة لمواجهة فيروس كورونا. وأصدر رئيس الوزراء المصري قرارا يلزم العاملين والمترددين على الأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل باستخدام الكمامة الواقية، مع فرض غرامة تصل إلى 4,000 جنيه على المخالفين. كورونا يطيح بمهرجان قرطاج، فقد أعلنت تونس إلغاء دورة 2020 من مهرجان قرطاج الدولي على أن تستأنف النشاطات الثقافية في البلاد تدريجيا بعد توقفها بسبب فيروس كورونا. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية اليوم، قرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر. من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا، ساعة من القاهرة. والآن مستمعينا الكرام، حان موعدنا مع الفقرة الدينية، وحديث اليوم يدور حول صيام 6 أيام من شهر شوال، أو كما يطلق عليها الستة البيض، وعن فضل صيام هذه الأيام ومتى يكون صيامها، وهل يجوز صيامها متتابعة أو متفرقة؟ يدور اللقاء مع فضيلة الدكتور نبيل عجيب أبو عبد الله من علماء وزارة الأوقاف المصرية. وفي البداية نستمع إلى نص الحديث الشريف عن فضل صيام 6 أيام من شهر شوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كأنما صام الدهر كله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. في هذا الحديث الذي معنا يخبرنا فيه صلى الله عليه وسلم عن فضل صيام النافلة، وخاصة الأيام التي تعقب هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان، والتي سن لنا فيها صلى الله عليه وسلم صيام 6 من شوال حتى يكتمل الدهر، حتى تستمر العلاقة موصولة بالله سبحانه وتعالى لا تنقطع عن هذه العبادات، خاصة أن الصوم لا عدل له، كما سئل عن هذا صلى الله عليه وسلم عن الصيام وعن فضل الصيام فقال لا عدل له. والصوم هو العبادة الوحيدة أو الفريضة الوحيدة التي جعلها لنفسه سبحانه وتعالى، فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصيام هذه الأيام
بصيام هذه النافلة لله سبحانه وتعالى يكون كأنما صام الدهر كله. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كأنما صام الدهر كله، أي أنه جمع الخير كله في الدهر، لم ينقص من دهره شيء ولم ينقص من دهره شيء من الخير، وجمع هذا الخير وهذا الأجر العظيم بصيام هذه الأيام القليلة وهي 6 من شوال، كأنه جمع هذا الخير في دهر بأكمله. فما أحوجنا جميعا أن نحظى بهذا الشرف العظيم وبهذا الفضل لهذه 6 من شوال. فضيلة الدكتور، وهل يجب صيام هذه الأيام، الأيام 6 من شوال، صياما متواصلا دون تفرقة؟ جزاكم الله خيرا. الإسلام دين الرحمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو رسول الرحمة، فهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام لا يجب أن تكون متتابعة، ويجوز أن تصومها متفرقة. المهم أن تأتي بهذه الأيام خلال شهر شوال، حتى لو أنك صمت الاثنين والخميس أو صمت أيام متفرقة من هذه الأيام، بأنك تأتي بمجمل هذه 6 خلال هذا الشهر، فهذا خير وبركة ولا حرج في ذلك. المهم أن تأتي بهذه السنة متفرقة متتابعة، المهم أن تأتي بما سنه لك صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور، البعض من أصحاب المرض وأصحاب الأعذار الذين أفطروا في رمضان بسبب عذر وفاتتهم أيام هذه الفريضة يترددون بين أداء الفريضة وما فاتهم من شهر رمضان وبين صيام 6 أيام كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما أفضل؟ نعم، ورد في هذه المسألة أقوال. من هذه الأقوال: من أفطر في رمضان بسبب عذر من هذه الأعذار كمرض أو سفر أو امرأة حائض أو نفساء أو غير ذلك، فإن كانت هذه الأيام أيام قليلة الأفضل أن يأتي بهذه الأيام قبل صيام النافلة. ومن العلماء من قال يصوم 6 من شوال حتى يأتي بهذا الفضل في هذا الشهر، ثم يقضي ما عليه في بقية أيام العام، وهذا استنادا إلى ما كانت تفعله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت تقضي ما عليها من أيام في شعبان قبل رمضان. فإن حرص أو إن خاف على نفسه فوات هذا الشهر دون أن يأتي بهذه السنة، فأتبع صيام رمضان 6 من شوال، ثم قضى ما عليه بعد شوال، والله أعلم. وهل من الممكن الجمع بين النيتين في صيام 6 من شوال؟ لا يجوز الجمع بين النيتين، ولكن نية صيام 6 من شوال تختلف عن نية القضاء تماما، لا يجتمعان، لا تجتمع هذه النية مع الأخرى، لكن إن نوى أن يقضي ما عليه يفعل، وإن نوى أن يصوم 6 من شوال كذلك يصوم، ولا يصح الجمع بين النيتين في هذه الأيام. وهل يجوز له الجمع أيضا بين نية صيام 6 من شوال ونية الصيام التطوعي كصيام الأيام القمرية مثلا 13 و14 و15؟ الأفضل أن يأتي بما سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام التي حددها في هذا الشهر، وهي 6 من شوال، وبعد ذلك يأتي بما تيسر له من صيام أو بما اعتاد عليه من صيام من الأيام القمرية أو الاثنين والخميس كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. لكن إن أدركته هذه الأيام 13 و14 و15 أو 2 والخميس، فالفضل من الله والأجر من الله سبحانه وتعالى، يكتب له عظيم الأجر بفضل الله، لأن هذه الأيام تخللت هذه الأيام التي كان يصومها صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس يفضل صيام 6 أيام من شوال كل 2 وخميس من كل أسبوع، فهل يجوز هذا؟ لا حرج في ذلك،
إذا جمع بين الفضلين وإذا جمع بين الحسنيين فلا حرج في ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، وعليه أن يأتي بهذه الأيام كما قلنا متفرقة لا حرج، الاثنين والخميس هذا خير، غير ذلك المهم يأتي بهذه الأيام الست لتكون كما جاء في الحديث كأنما صام الدهر كله. من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا، ساعة من القاهرة. في 31 مايو سنة 1934 انطلق صوت المذيع الشهير أحمد سالم قائلا هنا القاهرة، ليعلن افتتاح الإذاعة المصرية لأول مرة. ومن الوقت ده لغاية دلوقتي مشيت الإذاعة المصرية رحلة طويلة جدا دخلت بيها بيوت كل المصريين من خلال الأخبار والبرامج والمسلسلات والأغاني وكل حاجة حلوة قدمتها الإذاعة للمستمعين. وامبارح احتفلنا بعيد الإذاعة المصرية اللي أصبح عيد للإعلاميين. وحول نشأة الإذاعة المصرية تعالوا نسمع التقرير اللي أعدته الزميلة أميرة ملح. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، كانت هذه أولى الكلمات التي انطلقت من الإذاعة المصرية عام 1934 حين بدأت الإذاعة المصرية بثها في مساء يوم 31 مايو، وهكذا صار هذا التاريخ هو تاريخ الاحتفال بيوم الإعلاميين المصريين. وبدأ الاحتفال بعيد الإعلاميين منذ عام 1984 لتكريم الرواد والمتميزين، وكان تقليدا أن يضاف في كل عام إنجاز جديد لمنظومة الإعلام الوطني المصري. 86 عام هي عمر العلاقة بين المصريين والإعلام، خلالها حمل الإعلاميون هموم الوطن وقضاياه، وأخذوا على عاتقهم مهمة نشر الوعي والتثقيف والترفيه، شكلوا وجدان الناس وأصبحوا جزءا من حياتهم اليومية. لا شك أن الإعلام المصري حقق إنجازات كثيرة خلال مسيرته الطويلة، حيث كانت مصر أول دولة في محيطها تعرف الإعلام في صوره ووسائله الحديثة، حيث عرفت الصحافة المكتوبة وكانت رائدة في هذا المجال كما هو الحال في كل من الإذاعة المسموعة والمرئية، ثم عرفت بعد ذلك الصحافة الإلكترونية. وعلى مدى عقود تكونت منظومة الإعلام المصري الرسمي بأيدي وعقول أبناء مسبيرو لتغطي كافة أنحاء الدولة المصرية مساحة وتنوعا فكريا وثقافيا. ومنذ انطلاق الإعلام المصري وهو يخوض معركة الوعي بمهنية ومصداقية، ويحمل على عاتقه توعية المجتمع في كافة الظروف التي يمر بها الوطن. سبق انطلاق الإذاعة المصرية تجارب إذاعية في شكل إذاعات أهلية يملكها أفراد وتعتمد في تمويلها على الإعلانات. تتضمن شبكة الإذاعة المصرية العملاقة محطات الإذاعة العامة، ومنها إذاعة البرنامج العام، إذاعة صوت العرب، إذاعة الشباب والرياضة، إذاعة القرآن الكريم، إذاعة الأغاني المصرية، وإذاعة الشرق الأوسط، والإذاعات الإقليمية ومنها إذاعة الأسكندرية وإذاعة راديو مصر، كما تنتمي إليها محطات إذاعية مثل ميجا اف ام، راديو هيتس، ونغم اف ام. ولا تزال كثير من البرامج الإذاعية تعيش في وجدان الناس حتى الآن، ومنها برنامج ساعة لقلبك، المدرسة التي تخرج منها عمالقة الكوميديا في مصر. ولا ينسى أحد برنامج على الناصية الذي قدمته الراحلة أمال فهمي لأكثر من 50 عاما عبر إذاعة البرنامج العام، وبرنامج كلمتين وبس الذي قدمه الفنان الراحل فؤاد المهندس واستمر 35 عاما، وغير ذلك من البرامج الخالدة مثل خمسة عتاب، رباط البيوت، أبلة فضيلة، تسالي، والكثير من البرامج والمسلسلات التي عاش معها المصريون. ولا تزال المحطات الإذاعية تقدم الجديد وتواكب العصر على مدار الساعة. كل عام وإعلام مصر وإعلاميها في تقدم وازدهار. شكرا لكم مستمعينا، كانت معكم أميرة مدحت. من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا، ساعة من القاهرة. منذ يومين فقدنا علما من أعلام الكوميديا في مصر والوطن العربي،
هو الفنان الكبير حسن حسني. فبعد مسيرة استمرت 60 عاما تقريبا، شارك خلالها من مئات المسرحيات والأفلام والمسلسلات، وعرض آخرها برمضان 2020. توفى الفنان حسن حسني الذي يعد من أيقونات الكوميديا المصرية عن 89 عاما في القاهرة. في الفقرة القادمة هنستمع إلى الزميلة رنا عصام التي أعدت تقرير عن الفنان الراحل حسن حسني وأهم أعماله الفنية. مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. رحل عن عالمنا هذا الأسبوع نجما كان من أكثر النجوم نشاطا وحضورا، فهو فنان قدير سطر تاريخ الدراما والكوميديا في السينما والمسرح والأعمال الدرامية التلفزيونية، ليكون من أهم من سطروا تاريخ الفن في مصر والعالم العربي بعد رحلة فنية مميزة قدم فيها أعمال لم تغيب عن ذاكرة المشاهد، حيث قدم أكثر من 490 عملا ما بين الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية، مما جعله أكثر الفنانين تمثيلا في تاريخ السينما المصرية، وهو الفنان الراحل حسن حسني. ولد الفنان حسن حسني في حي القلعة بالقاهرة يوم 15 إبريل عام 1931. عاش حياة صعبة بعد وفاة والدته في سن 6 من عمره. بدأ حياته الفنية مبكرا من خلال المدرسة الابتدائية، حيث قدم أدوارا مسرحية، وفي بداية 60s أصبح عضوا في فرقة المسرح العسكري، ثم انتقل إلى مسرح الحكيم التي كان بداية انطلاقته الحقيقية، حيث قدم العديد من المسرحيات، منها مسرحية عرابي مع المخرج نبيل الألفي، ومسرحية المركب مع المخرج نور الدمرداش، وغيرها من المسرحيات التي حققت صدى طيبا لدى جمهور المسرح. وإلى جانب تلك المسرحيات قدم الفنان حسن حسني مع المخرج سمير العصفوري مسرحية بعنوان كلام فارغ، التي استمر عرضها لمدة 6 أشهر، وكان نجاحه في هذه المسرحية سببا في انتقاله إلى المسرح القومي ثم المسرح الحديث. في نهاية 70s تألق الفنان حسن حسني في مسلسل أبناء الأعزاء شكرا مع الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، وكانت بدايته الحقيقية في فيلم الكرنك عام 1975، إلا أن دوره في فيلم سواق الأتوبيس عام 1982 كان علامة فارقة في حياته المهنية والفنية، حيث لفت إليه الأنظار كممثل قادرا على أداء أدوار الشر تحديدا بشكل مختلف. ففي بداية 80s لقب بالفنان الطائر نظرا لتنقله بين عدة استوديوهات في دول الخليج، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية. عاد الفنان حسن حسني للمسرح في منتصف 70s، حيث شارك في مسرحية على الرصيف مع الفنان الراحل حسن عبدين، وأيضا مسرحية أعقل يا مجنون مع الفنان الراحل محمد نجم. قام الفنان حسن حسني بالتمثيل في العديد من الأعمال الفنية المميزة في تاريخ السينما المصرية، مثل فيلم الهروب وأيضا فيلم البريء، كما عمل مع عدد من المخرجين من بينهم المخرج محمد خان في فيلم زوجة رجل مهم، والمخرج رضوان الكاشف في فيلم سارق الفرح. في منتصف 90s بدأ الفنان حسن حسني مرحلة جديدة في حياته، كان أكثر ما يميزها مشاركته في أفلام الشباب التي بدأت في تلك الفترة، وكان من أشهر أعماله عبود على الحدود مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، الليمبي مع الفنان محمد سعد، محامي خلة مع الفنان هاني رمزي، كلم ماما مع الفنانة القديرة عبلة كامل، ومرورا بالفنانين كريم عبد العزيز وحمادة هلال ورامز جلال وغيرهم الكثير. كما قدم أهم الأعمال الدرامية المصرية مثل رأفة الهجان، أرابيسك، المال والبنون، وقدم أيضا العديد من الأعمال الكوميدية. كان الفنان حسن حسني قادرا على إضحاك الجميع، وكان أقدر على إبكائهم، فلا نصدق أن الوالد المشرد في مسلسل رحيم هو نفسه ضبش الحرامي في غبي منه فيه، والأب الكوميدي في عسكر فيلم عسكر، وأيضا ينا يا خالتي، والضابط فهيم في فيلم البريء، والأستاذ وفائي صاحب المبادئ في مسلسل أرابيسك، وغيرها من عشرات الأعمال الأخرى.
فقد ظل نهر إبداعه يتدفق لآخر لحظة بعدما قدم في الموسم الرمضاني لهذا العام مسلسل سلطانة المعز ليترك لنا تاريخا فنيا لن ينسى. ستبقى دائما تاريخ وعلامة مضيئة في الفن المصري والعربي. وداعنا الأستاذ حسن حسني. بشكركم جدا، والحلقة اللي جاية أكون معاكم إن شاء الله في فقرة جديدة من فقرات ساعة من القاهرة. أرق تحياتي برسلها لكم من القاهرة رنا عصام. في كل شارع حكاية والكل حكاية بداية، شوارع عربية مع محمد صبر. الشارع ملوش ملامح ولا معنى من غير ما نعرف إيه حكايته، ولأن الحكاية هي الدليل والمعنى، وأي شارع من غير ما نعرف حكايته هيفضل شارع زي أي شارع. حكايتنا النهاردة من شارع المغربلين في قلب القاهرة الفاطمية مصر. المغربلين من أقدم شوارع مصر القديمة، واللي بيميزه أنه تأسس في مصر المملوكية اللي كانت عاصمتها مصر القديمة. يقع شارع المغربلين في منطقة الدرب الأحمر، وبالتحديد بين حي السيدة زينب وحي الخليفة، وبيمتد لحد شارع المعز اللي هو أكبر متحف إسلامي مفتوح في العالم، بحوالي 37 أثراً ما بين مساجد ومباني ومدارس دينية. وشارع المغربلين حددته في اسمه لأن اسمه بيفكرنا بتاريخ كل ما نفتكره نعرف هوية مصر بجمالها وأصالتها. المغربلين كانوا زمان ساكنين في الشارع ده، ودي كانت الحرفة الأشهر في الشارع ده بسبب قربوا للمطاحن، وكانت مهمتهم غربلة الحبوب وتنقيتها قبل ما تروح المطاحن. المغربلين من شوارع مصر القديمة اللي بتضم تحف معمارية زي مسجد جانبك أو الجانبكة، واللي بناه هو جانبك الأشرفي سنة 1426 ميلاديا أو 830 هجريا، والجانبكة هو دمج واختصار مصري لجانبك وهو الاسم الأشهر للعمة. كمان في جامع وسبيل عبد الرحمن كتخدة اللي اتبنى سنة 1729 ميلاديا أو 1142 هجريا، ويقع بجوار جامع الجنبكة، والذي يعد تحفة معمارية حقيقية، والذي أنشأه هو الأمير عبد الرحمن كتخدة. والكتخدة كان المسمى لوكيل ممثل السلطان في مصر وينوب عنه في كامل اختصاصاته. وأشهر الشخصيات اللي اتولدوا في شارع المغربلين الفنان الكبير محمود المليجي، والقارئ الشيخ محمد رفعت، والأديب الكبير يوسف السباعي، والعلامة حامد جوهر مقدم برنامج عالم البحار في التلفزيون المصري، والمطرب الشعبي شفيق جلال، والكاتب المسرحي بديع خيري، والفنان الكبير والمونولوجيست محمود شكوكو. المغربلين من شوارع مصر اللي كل ما بنمشي فيها بنلاقي سحر الماضي وريحة مصر القديمة وهوية عظماء رغم مرور الزمن، بس هيفضل عظماء. وبكده نبقى وصلنا لنهاية فقرتنا النهاردة، واستنونا في حلقة جديدة مع شارع جديد. كان معكم محمد صبري من قلب الشارع، من قلب مصر المحروسة، وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم. دلوقتي جي معاد فقرة الأبراج. إزاي بيحب رجل كل برج؟ رجل برج الحمل لما هيحب هيعبر لك عن حبه بشجاعة. فرجل الحمل إنسان واثق جدا من نفسه، مش بيخاف من حد، ولما يحبك هيقولك على طول وبصوت عالي، مستعد يتحدى الدنيا كلها عشانك. أما الرجل برج الثور لما بيحب بيعبرلك عن حبه بشكل مادي، بين الهدية والهدية في هدية. الكرم هي طريقته في أنه يوريكي قد إيه بيحبك. بالنسبة له الكلام مش مهم، لازم يقدملك دليل مادي. الجوزاء، الرجل برج الجوزاء هيعبر لك عن حبه بكل الطرق والأساليب الغريبة اللي مستحيل تتوقعيها، لأنه ببساطة رجل برج الجوزاء مش بيشبه حد،
فلو حبك الرجل برج الجوزاء أكيد هتشوفي معايا طرق مختلفة جدا للتعبير عن الحب. أما إذا أحبك الرجل برج السرطان هيعبر لك عن حبه بتهور، ما عندوش تلميحات، هيقول لك على طول بدون مقدمات إنه بيحبك. عشان كده لا تترددي أبدا في إنك تصرحي بمشاعرك لأنه ما عندوش صبر. أما الرجل برج الأسد فهيجي يعبر عن مشاعره بكل سهولة لأنه إنسان سلس والتعامل معاه بسيط ومفهوش تعقيدات. لما يحب هيجي بكل سلاسة ويقول كل حاجة موجودة في قلبه. أما الرجل برج العذراء فبيحب يعبر عن مشاعره بشكل سري. يمكن تحسي إن الجملة غريبة، إزاي بشكل سري؟ الإجابة إن رجل العذراء كتير بيحب التلميحات ومش بيحب يصارح بحبه بشكل مباشر. رجل برج الميزان بيعبر عن مشاعره بطريقة سلبية وهي الغيرة الزايدة. هتلاقيه بيغير عليكي حتى من نسمة الهوى، وانتي وطبيعتك يا إما تحبي الغيرة دي وتتبسطي بيها يا إما لا. أما برج العقرب فهيعبر عن مشاعره بتعمد وتعقيد. فرجل العقرب معروف بالجرأة اللامتناهية وبطبيعته المعقدة أحيانا اللي مش بسهولة ممكن تتفهم. فإذا أحبك الرجل برج العقرب ما تتخليش عنه بسهولة، لأنه لما بيحب بيحب من كل قلبه. رجل القوس بيحب يعبر عن مشاعره بانفتاح كبير، فهو إنسان متفهم وواعي، بيحب يديكي حريتك ويفتخر بيكي وبنجاحاتك وعلاقاتك الاجتماعية. فرجل القوس لما يحب هيخليكي تحبي حياتك أكتر. أما رجل الجدي بيعبر عن حبه بحذر شديد لأنه إنسان موسوس شويتين وبيحسب 100 خطوة لقدام. الموضوع كله متوقف على الخطوة الأولى اللي مجرد ما يخطيها ساعتها كل الحواجز هتتكسر. رجل برج الدلو هيعبر عن مشاعره على مدد، وده لأنه إنسان عملي جدا ومش بيحب يقول كلام حلو على الفاضي، فلازم انتي اللي تفهمي طبيعته وطريقته في الحب. اما الرجل برج الحوت فهيعبر عن مشاعره برقة، وده لان الرجل برج الحوت من اكثر الرجال رومانسية، فهم يحبون ان يعيشوا قصص الحب كالافلام. وبكده مستمعينا تكون خلصت فقرة الابراج النهاردة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معاكم من القاهرة صوفيا حاتم من قلب مصر المحروسة، وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة. في الفقرة دي عن مدينة من المدن المصرية المعروفة بتاريخها مع النضال الوطني، وهي مدينة بورسعيد الباسلة اللي قاومت الاحتلال بكل بسالة وشجاعة. عن مدينة بورسعيد هتكلمنا الزميلة دعاء حسن في الفقرة القادمة. أهلا بكم أعزائي المستمعين وجولة جديدة ورحلة ببلدنا. النهاردة هنزور المدينة الباسلة، يلا بينا نبتدي رحلتنا ونروح نزور بورسعيد. اسم بورسعيد هو اسم مقسوم لجزئين، بورت ومعناه المينا، وكلمة سعيد نسبة لمحمد سعيد باشا والي مصر، وبيرجع أصل التسمية لما اللجنة الدولية اللي اتكونت من إنجلترا وفرنسا وروسيا والنمسا وإسبانيا وبيدمونت اجتمعوا سنة 1855 وقرروا يسموا المدينة بورسعيد. في العصور القديمة كانت المدينة عبارة عن قرية للصيادين، وكان اسمها برامون أي مدينة الإله أمون. وبعد الفتح الإسلامي لمصر أطلق العرب على المدينة اسم الفرمة، وفي العهد الحديث تم العمل على إنشاء المدينة في عهد والي مصر الخديوي سعيد. وقتها بدأ ديليسيبس مشروع حفر قناة السويس. مدينة بورسعيد موجودة في شمال شرق مصر، وفيها نقطة التقاء البحر الأبيض المتوسط بقناة السويس، بيقع شمالها البحر الأبيض المتوسط وشرقها بور فؤاد وجنوبها محافظة الإسماعيلية. أما في الغرب فثلاث محافظات دمياط والدقهلية والشرقية. بتنقسم مدينة بورسعيد لسبع أحياء، حي الشرق وده من أقدم أحياء المدينة، وحي العرب
وده اللي كان بيسكنوا العمال اللي بيحفروا قناة السويس. ومن الأحياء الحديثة في مدينة بورسعيد حي المناخ وحي الضواحي وحي الجنوب وحي الزهور وحي غرب. مناخ مدينة بورسعيد مميز جدا، معتدل طول السنة، في الصيف حار جاف، أما الشتاء فمعتدل وممطر. مدينة بورسعيد فيها معالم طبيعية وسياحية مميزة جدا، ومنها مقابر الكومنولث، وهي واحدة من 16 مقبرة منتشرة بمحافظات مصر، متوزعة ما بين القاهرة واسكندرية والعلمين وبورسعيد وفايد والسويس وأسوان، وبتشرف عليها هيئة الكومنولث، وبيزورها أحفاد ضحايا الحرب العالمية الأولى والتانية تخليد لذكرى أجدادهم، وموجودة في حي الزهور. يلا نتعرف على فنار بورسعيد القديم. بيرجع تاريخه لسنة 1859، وقتها تم تصنيعه من الخشب، وكانت إضاءته بتوصل لعشرة أميال لهداية السفن اللي بتمر على قناة السويس. في عهد الخديوي توفيق تم إعادة بناء الفنار بالخرسانة، وهو بيعتبر أول بناء يشيد بالخرسانة في مصر والشرق الأوسط. بيعتبر الفنار من أبرز معالم بورسعيد الأثرية والتاريخية. ودلوقتي يلا نتعرف على مبنى هيئة قناة السويس، وهو عبارة عن أول بناء للخديوي إسماعيل على شاطئ القناة لاستقبال ضيوفه من ملوك ورؤساء دول العالم اللي زاروا مصر في عهده. بيتميز المبنى بطرازه المعماري الفريد. أما مسلة الشهداء وهي نصب تذكاري تم إنشاؤه تخليد لذكرى شهداء بورسعيد. في مدينة بورسعيد مجموعة من المتاحف زي متحف النصر للفن الحديث، ومتحف بورسعيد الحربي، ومتحف بورسعيد القومي، ومتحف هيئة قناة السويس. ومن المعالم الإسلامية في بورسعيد المسجد التوفيقي، وهو من أقدم مساجد بورسعيد، وبيرجع تاريخ إنشاؤه لعام 1860، وبيتميز بمعماره الفريد. وفي عهد الخديوي توفيق أمر بإنشاء مدرسة ملحقة بالمسجد سنة 1882. أما في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني سنة 1904 أمر بإنشاء المسجد العباسي اللي بيتميز بجمال معماره. ومن المعالم القبطية في بورسعيد كنيسة القديسة سانت أوجيني ذات المعمار المتميز، وكنيسة السيدة العذراء مريم، وكنيسة مرمينة، وكنيسة الأنبا بيشوي ومرمرقس. ودلوقتي يلا نتعرف على الممشى السياحي، وده بيمتد بمحاذاة ساحل قناة السويس، وبيبتدي من مبنى هيئة قناة السويس حتى بداية ممشى تمثال ديليسيبس. ومن خلال الممشى السياحي يمكن مشاهدة المجرى الملاحي للقناة والسفن اللي موجودة، وتحت الممشى محلات تجارية وأماكن ترفيهية. ومن المعالم الطبيعية بحيرة المنزلة، وبيطل على بحيرة المنزلة أربع محافظات: الدقهلية وبورسعيد ودمياط والشرقية. بيتميز الجزء الموجود في بورسعيد بانتشار مجموعة من الجزر، أهمها جزيرة ابن سلام، واللي بيزورها السياح من كل حتة عشان يزوروا ضريح ابن سلام. وبتتميز البحيرة بأنها غنية جدا بالثروة السمكية والطيور المهاجرة من مختلف الأنواع. وفي نهاية رحلتنا يلا بينا نتعرف على محمية أشتوم الجميل، وبتضم المحمية بوغاز الجميل وأشتوم الجميل اللي بيربطوا بحيرة المنزلة بالبحر المتوسط، وفيها جزيرة تنيس الأثرية اللي بيرجع تاريخها للعصر الأيوبي، وبتتميز بالتنوع البيولوجي، وبتعتبر مكان لتكاثر الأنواع المختلفة لأنواع الطيور المقيمة والمهاجرة، وكمان النباتات البرية، وهي غنية جدا بالثروة السمكية. وبكده تكون خلصت رحلتنا النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم، ولو حابين تعرفوا أكتر عن حكاوي المدن والمحافظات انتظرونا في رحلة جديدة. كانت معاكم دعاء حسن. رحالة وأخذها ترحال، من المكسيك إلى البرازيل إلى الكونغو إلى الهند. وبعد هذه الرحلات الطويلة لم يجد إلا مصر كي يستقر بها.
هذا الرجل أيضا كان مليونيرا بلجيكيا وصل إلى مصر في نهاية القرن التاسع عشر على متن سفينة آتية من الهند بعد حفر قناة السويس بشهور قليلة. هو من أقام للفرنسيين مترو باريس، وقد لقبه ملك فرنسا بالبارون. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في فقرة جديدة من حكاية أثر. الحقيقة النهاردة هنتكلم عن تحفة معمارية فريدة على أرض مصر، وهي قصر البارون لصاحبه البارون إمبان، والذي لقب بالبارون من قبل ملك فرنسا. وكيف كان هذا الرجل راقيا ومبدعا في فنه، وكيف كان أحد صناع الحضارة. عاش هذا الرجل أيضا في الهند مع الحضارة والأساطير الهندية، وعندما أحب أن يعيش ويتعايش مع حضارة أقدم لم يجد إلا الحضارة المصرية القديمة، وقرر أن يعيش بمصر ما تبقى من عمره، ووصى أن يدفن بها حتى ولو مات خارجها. ولكي يكمل البارون حياته في مصر بحث عن مكان ليبني به قصره الذي سوف يعيش به، وبعد بحث وتفكير كثير اختار مكان في صحراء جرداء شرق القاهرة، والذي سوف يبني به حي هيليوبلس وبداخله القصر الذي يعيش به، وهو قصر البارون. ولكي يصل الناس إلى هذا الحي الذي بني في صحراء جرداء، قرر البارون أن ينشئ مترو مصر الجديدة، وقد دفع وقتها البارون إلى الحكومة المصرية جنيه واحد لكل فد. ولأن البارون كان يحب الأساطير الهندية وعاش في الهند كثيرا، قرر أن يكون تصميم القصر على الطراز المعماري الهندي. وخلال 5 سنوات أصبح القصر يزين الصحراء التي لم تصبح بعد ذلك صحراء جرداء، ولكن أصبحت أهم أحياء القاهرة، وهو حي مصر الجديدة. أما عن وصف القصر، فقصر البارون ليس بكبير، حيث يتكون من دورين به 7 غرف، ويعتبر قصر البارون تحفة معمارية ومتحف للتراث الهندي. ويزين القصر التماثيل الهندية، ويضم مجموعة من التحف والتماثيل المصنوعة من الذهب والبلاتين. أما الأرضيات فهي مغطاة بالرخام والمرمر من بلجيكا وإيطاليا، بالإضافة إلى برج يدور دورة كاملة كل ساعة لكي يجلس به البارون ويرى كل الدنيا من حوله. أيضا يوجد بالقصر بوابة لنفق، هذا النفق يصل إلى كنيسة البازيليكا الموجودة بالحي نفسه والتي دفن بها البارون. توفى البارون يوم 29 يونيو سنة 1929، ومات معه الحياة في هذا القصر الذي أصبح مهجورا من بعده، وتوقف البرج عن الدوران، وأصبحت الحديقة الخضراء جرداء يكسوها التراب، وأصبح القصر وحيدا لا يدخله ولا يهتم به أحد. وقد انتشرت أساطير كثيرة بأن القصر أصبح بيتا للأشباح، وبعد سنين من إهماله بالفعل قامت الحكومة المصرية بضم القصر إلى قطاع السياحة وهيئة الآثار، وبالفعل عادت الحياة للقصر وأصبح متحفا يحكي تاريخ مصر الجديدة، وفتح القصر للزيارة. وقبل ما انهي فقرتي عايز أقول لكم على حاجة، ممكن بعد ما الكورونا تمشي نروح ونتفرج على التراث والتاريخ الحقيقي من غير أساطير وأشباح وكلام فاضي. وفي النهاية سعدت بحضراتكم، لكم مني أرق التحيات، محمد عمر. مستمعينا الأعزاء، وبكده نكون وصلنا بيكم إلى نهاية فقرتنا ورحلتنا النهاردة، وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله. ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرق أمنياتنا الطيبة
لقضاء أجمل الأوقات. شارك في تقديم هذه الحلقة من فريق ساعة من القاهرة: محمد عمر، فرح الأعصر، أميرة مدحت، رنا عصام، محمد صبري، دعاء حسن، صوفيا حاتم، وكرول الثروت. نشكركم وإلى اللقاء في حلقة جديدة يوم الخميس وساعة من القاهرة. وهذه أرق تحياتي، كان معكم من القاهرة مجدي فكري.